إذن ننتقل الآن لكيف كانت تحركات الأسواق العالمية وما تنتظره هذا الأسبوع. ينضم إلينا رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا بك رائد. رائد، بكل تأكيد هذا الأسبوع نحن على متابعة لبيانات التضخم، برأيك إلى أي مدى ستكون هذه البيانات في تأثيرها على سياسة الفيدرالي الأمريكي التي أعلن عنها فيما يتعلق بتخفيف التشديد، سياسة التشديد النقدي بالنسبة للفيدرالي، وأيضا في اجتماعه المقبل، كيف ستكون وقع هذه البيانات على تحركات المؤشرات في الفترة المقبلة؟ يعني نحن ننظر إلى هذه القراءة على أنها هي أهم قراءة ينتظرها الفيدرال الأمريكي على الأقل. نحن نتحدث منذ مطلع بداية تشديد السياسة النقدية، لأنه هذه القراءة تعني بدء التقليص التدريجي نوعا ما في عمليات تشديد السياسة النقدية. التوقعات عند 8%، أعتقد من الصعب جدا أنه يعني أن يكون كسر لهذا المستوى 8% مستويات التضخم. ليش؟ لأنه في عندنا العديد من العوامل لا تزال تضغط بشكل واضح على مزيد من الارتفاع في مستويات التضخم، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي لا يزال أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة تاريخيا. وكذلك الأمر في عندي ما يعني أداء إيجابي جدا من قطاع الشركات، فهذا عم يدفع أنه مستويات التضخم تظلها مرتفعة. طبعا هذا الأداء الإيجابي شاهدناه من خلال الإيرنينجز أو موسم الأرباح. بمعنى آخر، أعتقد أن الفيدرال الأمريكي بدأ يعني يأخذ كلمته فيما يتعلق ب بدء تقليص أو رفعات أقل حجما، ولكنها لن تتوقف. يعني بمعنى أنه الفيدرال الأمريكي مستمر برفع أسعار الفائدة، ممكن حتى توصل لل 6% وليس 4% في الوقت الحالي، 6 إلى 6.5% أعتقد تكون مستهدفات الفيدرالي لأسعار الفائدة. عندها أي سوف يعني بلا شك أنه التضخم عند 6% ممكن نشوف أسعار فائدة أقل بكثير، علما أنه قبل الأزمة المالية العالمية كانت مستوى الفائدة عند 5.50 إلى 5.75%، ذلك قبل عام 2008. منذ تلك المستويات لم نشهد أسعار فائدة عندها مرة أخرى. نعم رائد، عم نشهد اليوم ضغوط واضحة على أسعار النفط، خاصة من بعد تصريح الصين فيما يتعلق بعودة تشديد القيود فيما يتعلق بسياسة صفر كوفيد. برأيك هذا التشديد الذي تقوم به الصين وانعكاساتها على أسعار النفط، إلى أي مدى ستجعل أيضا النفط يستقر عند هذه المستويات اللي عم نشهدها حاليا وعدم الهبوط بأكثر من ذلك؟ يعني النفط بالعكس هو عن مستويات مرتفعة نسبيا، وأعتقد أنه يعني حتى وإن كانت الإيجابية تكتنف هذه التصريحات، أنه والله يكون في عندنا سياسة أكثر تساهلا فيما يتعلق بالزيرو كوفيد كيسز بوليسي اللي هي عم تتبعها الصين. أعتقد في تصريحات رسمية كمان صدرت وقالت أنه لا، هذا الشيء لا تزال الصين ملتزما بنفس السياسة. بمعنى آخر، نحن بدنا نشوف إذا كيف نشوف التأثير على النفط. فنحن بنعرف أنه الصين قامت بشراء كميات أعلى من المعتاد من النفط في الآونة الأخيرة، وبالتحديد يعني أعلى كمية شراء كانت يوم الاثنين منذ شهر مايو. أعتقد هذا ضمنيا ممكن أنه يخفف الضغط على أسواق النفط، أنه ما عندها المعروض الطلب الكبير بالفترة القادمة، إضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى اللي ممكن نشوفها أنه لا تزال عامل محفز انه بقاء اسعار النفط مستقره. ما راح نقول انها تتراجع بشكل كبير، ولكن ستبقى مستقره عند المستويات الحاليه. طبعا في عندنا نقطه مهمه بتقرير الوظائف الاخير، لاحظنا ارتفاع واضح بمستوى العماله ومعروض الوظائف في قطاع النفط تحديدا، يعني كانه شركات النفط تتدافع فعليا لتوفير عماله اضافيه حتى لا يكون هناك اي انقطاع في الامدادات النفطيه، لأنه مستويات جذابة ومستويات أسعار مرتفعة ويريدون الإنتاج بأعلى المستويات حاليا حتى يحصلون على الأسعار المرتفعة. أعتقد ذلك يضعنا أمام محدودية بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة للفترة القادمة. نعم رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.